من بنى، وإذا بنيتها سلبا حرشته كبر، عرف أنك البعيد جاركم الله خبيث. الله الله يوفقنا جميعا لكل خير يا ربي يا الله. أبو حاتم ما سمعناك اليوم. والله بما أنكم تكلمون يعني حول العائلة، فأنا أجيب لكم قصة. هذا حد الشباب، ما أنا قايل شايب، ها شاب كبير، شاب كبير، شاب كبير تجاوز 70، ومرأته بنت كبيرة كبيرة توفاها الله الرجال ملي وخير الله عليها وافي. فقال لولدها الكبير ابحث لي عن زوجة وعلى شرط يعني من 20 وتحت. بحث لها في السعودية في المجتمع اللي حوله ما وجد هذه البنت، يعني صار اللي يجدها كبار من 40 وفوق على مقارنة بسن الشايب هذا. فقال لا، أنا في رأسي بنت عمرها أدوم من 20، ايش رايك ولدي نروح للدولة الفلانية؟ قال بت أنا عصاك اللي ما تعصاك. فراحوا للدولة هذه الدولة العربية وبحثوا بحثوا برضه ما وجدوا. فقال للخدام اللي تخدمهم في الشقة، قال دوري للوالد بنت صغيرة ولك مكافأة من عندي. أخذت المرأة يوم ويومين، قالت وجدت العائلة وعندهم بنت عمرها 18. قال تمام، ونسقي معهم وعطينا موعد عشان نجيهم بعد المغرب بكرة إن شاء الله. راحوا لهم مثل بكرة العائلة وطلبوا يد البنت ووافق أبوها وكل شيء، اتفقوا على المهر. قال المهر كذا، قال مضاعف 3 مرات. الرجال ملي وبخير ونعمة. مثلا 5000، قال لا 20، أغراهم بالمال. فأخذ البنت، وبعد ما زل الأسبوع قال لأبوه على الولد خلاص مشينا بنروح لديرتنا. قال لا يا أبوك بجلس 3 شهور. قال راحتك تبغى تجلس على راحتك. قال لي أنا بجلس 3 شهور بعدين أجي أنا والمرأة. بعد 3 شهور لعله أصيب الشايب بمرض ونوم على إثره في المستشفى. فهي قامت مرته وكلمت ولدها الكبير، قالت ترى أبوك منوم في المستشفى وفي حالة حرجة. جاء الولد وإلا أبوه داخل في غيبوبة وتوفاه الله. لا إله إلا الله. في هذه الـ3 شهور طلعت المرأة حامل، بس إنها خوفها على الطفل بعد ولادته إنهم يأخذونه منها، فتكتمت عليه ما علمتهم. راح ولده للسعودية وهي بقيت في عدتها حتى ولدت وجابت بنت. بعد ما طلعت من العدة أو الحداد، شو اسمه اللي هي طلعت من الحداد، لأن ما هو بالليل 3 شهور 10 أيام. هي بولادتها تنتهي عدتها، تنتهي عدتها. الوكاد تقدم لها واحد من ربعها وخطبها، قالت شرطي الوحيد ان البنت تبقى معي. قال تبقى معك وسجلها بعد باسمي انا. قالت الله يجزاك خير، سجلها باسمه. والبنت خذت الابتدائيه المتوسطه الثانويه. الله. راحوا لدول اوروبيه علشان تكمل الدراسة الدكتوراه. فهي في المراحل الأخيرة في هذا البنت ذهبوا بها إلى أوروبا. أكبرت يعني وصلت الجامعة. إيه حلو. أخذت الثانوية وودوها علشان تكمل دراسة الجامعة الدكتوراه. قبل تخرجها بحوالي 6 شهور تعرفت على واحد شاب سعودي، تعرفت عليه وحبوا بعض. بعد ما تخرجت
جاه وكلم امها وابوها قال انا والله ودي اخاطب فلانه. قال خلاص احنا بنرجع لديرتنا وانتم تعال انت اخوك ولا في مانع ابد. راح للسعوديه انت الولد هذا وكلم اخوه قال انا والله حبيت بنت من الديره الفلانيه وحبيتني وحبيتها وانا اريد الزواج منها. قال اخوها الكبير ما عندي مانع. يلا مشينا. مشوا يوم جو القريه قال الولد الكبير ترى الوالد هنا مدفون هنا في القريه هنا. قال طيب انت ما علمتني انه مدفون هنا، تقول مدفون في الدوله الفلانيه؟ قال الا مدفون في القريه هذه. راحوا زاروا قبره ورجعوا وراحوا لبيت اول بنت فوجدوا امها. قال تاخرتوا علي. قال والله رحنا نزور قبر والدنا وهذا. قالت والدكم وين؟ ميت هنا؟ قال مات هنا ودفناه هنا. قالت وش اسمه؟ قال اسمه فلان فلان الفلاني. قالت انت فلان ولدها تجيبي؟ قال الله. وهذا ولدها الصغير؟ قالت الله الله. قالت انا مرتها اللي تزوجني ومات عني، والبنت اللي جاني تخطبونها هي اختكم. الله سبحان الله العظيم. فراحت وبلغت امها جده البنت وقالت هالسالفه كذا وكذا، ادعوا ما عاد في زواج. فجوا وعلموهم وقالوا هذه طلعت اختكم الان. فاستقبلوها وحبوا بعض وقالوا خلاص اجل حنا بناخذ اختنا للسعوديه وهناك تكمل دراستها. وانت ابشري بالخير يا وانت ابشري. هم لا طبعا الولد اعطاها حقها حين ما توفى ابوه، اعطاها حقها من الميراث. اي والله. فجاءت للسعوديه هنا و تعينت دكتورة وخطبها واحد من دكتور سعودي وتزوجت من واحد سعودي، فبدل ما هي بفد سبحان الله. الحمد لله. اي والله. فانتهت القصة. شفت يسير ربي سبحانه. اي والله صحيح. المصري وش يقول؟ حية لا. صحيح. لا يدلك ان الدنيا صغيرة. شوف الله عز وجل يريد لها البنت خير وانها ترجع لأهلها فيسخر أخوها ويلتقي بها ثم يصير. سبحان الله العظيم. سبحان الله. ولذلك إذا لجأ الإنسان إلى الله عز وجل يترك ترتيبها لله سبحانه وتعالى. بس صحيح. ادع هالرب الكريم يا الله يا ربي يا الله يا الله يا ربي يا الله وابشر بالخير. صحيح. تتيسر من رب كريم. صحيح. وشو المفروض أن الأم علمت أنها جابت بنت، لأنه لو هذا ما عرف أنها أخوه كان تزوجها، تزوج أختها، مصيبة. هو شف لو تفتح عمل الشيطان، لكن كلامك سليم. نعم. لأن الله عز وجل ذكر في القرآن الكريم. إيه. لأنه المرأة ما تكتم ما في بطنها. نعم صحيح. ولا لا أبو حسن. نعم. ولا يكتمنا. ولا يحل لهن. ولا يحل أن يكتمنا. ما خلق الله. ما خلق الله في نعم. في أرحامهن. في أرحامهن. في خوف على الطفل أنهم يأخذونه. أنهم يأخذونه. إيه. هو صحيح كلام سليم، لكن قضية الإبلاغ أنا أقول مهمة جدا، يعني نعم. على الأقل كانت لو أبلغت عقب. نعم. يعني مو لأجلها هي، جاها ورث وطيب وكذا، وبدأ البنت طلعت برا تدرس معناها أن أمورهم المادية حلوة. نعم. وهذه يوضح الكلام. نعم. لكن البنت ذنبها تنحرم من إخوانها والقرب لهم. نعم. ويعني ترتيب العلاقة معهم وإلى آخره. نعم. أنا أقول يعني لا نسكت يا جماعة الخير، مثل هالقضية ذي يبلغون ويلجون الى الله عز وجل. صحيح. بالدعاء بالتوفيق والسداد يا رب. صحيح يا صحيح. ابو حسين ها استحسان لله حسيني كانه يقول عطبوا مالك ابو عاصم فرصه اكثر انا طبعا ابو مالك وعاصم هم ضيوف